سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله حمدا لله. شهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة الإلهية، ففي لياليه المباركة وأيامه العظيمة نسعى للتقرب من الله عز وجل بتلاوة آياته الشريفة والتزود منها بمعاني الخير والعطاء والرحمة، وفيه تكثر الختمات القرآنية، فمنهم من يقيم ختمة منفردة، ومنهم من يسعى لتكون ختمته مشتركة مع عوائل أخرى. وما أجمل أن نقرأ القرآن ونصل الأرحام ونقوي الروابط بين الأهالي في هذا الشهر الكريم. نستعرض معكم آراء مجموعة من أبناء القرية حول الختمات الرمضانية في شهر القرآن. احتدنا في ختام شهر رمضان أن تكثر الختمات القرآنية، سيما في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، وهذا شيء طبيعي نتيجة لكثرة المجالس، وأحياناً تتعارض توقيت الختمات مع بعضها البعض، مما يجعل الشخص يتخلف عن الذهاب إلى بعضها. لذا أرى من الأفضل لو أن هناك ختمات جماعية بين مجلسين أو أكثر، عندها يستطيع الشخص المشاركة في أكثر من ختمة في نفس اليوم دون أن يتخلف عن إحداها. في الشهر الفضيل عندنا نوعين من الختمات، فعندنا من الختمات الخاصة اللي تقام في بيوتنا، والختمات العامة اللي تقام في بيوت الله عز وجل بشقيها طبعا اللي هي المساجد والمآتم. بالنسبة إلى المميزات، أنا أعتقد أن الختمات الخاصة تتيح لأصحابها مثلا القائمين عليها أن يختارون المكان والزمان المناسبين، وحتى كمية الأجزاء من جزء لجزء تقريبا مثلا. أما بالنسبة للختمات العامة والتي تقام في بيوت الله عز وجل، فالفائدة عام طبعا، فأنت أحييت بيت من بيوت الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل. أما بالنسبة إلى الميزة الثانية من وجهة نظري، أعتقد أن الفائدة أعم للناس كلها، في باعتقاد البعض أن شهر رمضان هو شهر الصيام فقط، إنما هذا مفهوم خاطئ. شهر رمضان أنزل فيه القرآن، فالبعض ليس لديهم الختمات الخاصة، فيمكن احتوائهم بالختمات العامة، وهذا يؤثر على التواصل الاجتماعي بعد. فمن وجهة نظري الختمات العامة أعم وأفضل ميزات من الختمات الخاصة. إذا أصبحت الختمات جماعية سيزداد الحضور أكثر، ستكون هناك دعوة عامة، أعلان أكبر، الأهالي سيحضرون بكثرة إن شاء الله. هذا شيء لطيف أن الناس تتجمع في مكان واحد والعوائل تندمج مع بعضها البعض، يكون هناك فرصة لتواصل والتزاور وفرصة إلى صلة الرحم، بالإضافة إلى زيادة في الإمكانيات، بمعنى قد تكون عائلة إمكانياتها متوسطة أو محدودة وعائلة ثانية تكون إمكانياتها أكبر. عندما تندمج الإمكانيات سنخرج بنتيجة أفضل. لذا أنا أؤيد أن تكون الختمات جماعية، ولنعبر عنها بأنها ختمات مركزية. في نفس الوقت تكون في صالات أو في مآتم أو مساجد، تكون هناك ترتيب وتنظيم أكثر. أكيد إحنا نرحب بالفكرة المطروحة إلى الختمات الجماعية في جميع النواحي. أولهم أريح إلى النسوان، ما يتعبون ولا يتكلفون، تعال يشتغلون من قبل ليلتين مساكين ويتعبون. والأريح إليهم أن يكون في المآتم، في دور العبادة، المسجد. وأنا حسب عمي عادل أن رجال كبار يقعدون لك برا المجلس في الشارع، مي عادلة. فالأضبط أن يكون في دور العبادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله.